السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ يا رب ان شاء الله جميعا تكون خير. بنستكمل الموضوع في الفيديو ده، جزء جديد معانا من الاطلس في محاضرات الدرماتولوجي، والهدف منه ان هو ينمي لك الذاكره البصريه على المحاضرات اللي اخذتها في النظري، وفي نفس الوقت برضه يجمع لك الافكار ويعرفك ازاي تميز الليجن المتشابهه عن بعضها. عايزك الاول كده تصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. مبدئيا يا جماعه، الفيديو ده بعنوان سوبرفيشال فانجس انفكشن، هنتعرف على اشهر الفطريات اللي ممكن تعمل سكن ليجن. عايزك الاول كده تصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. مبدئيا كده احنا هنقسمهم مع بعض كده تقسيمه كبيره. في عندنا نوع من انواع الهايفي بنسميه درماتوفايتس انفكشن، وده بيعمل مرض اسمه التينيا، ودي بيشمل تحتها ثلاث مجموعات، حاجه اسمها المايكروسبورا، ترايكوفايتون، اند ابيديرموفايتون. بالنسبه بقى للمجموعه اللي تنتمي لحته اليست، عندنا حاجه اسمها الميليسيا فيرفر، ودي بتعمل البتريازيس فيرزيكالر، وعندنا الكانديدا البيكان، ودي بتعمل لي مرض اسمه الكانديزيز او المونيريز. هنتكلم عنهم دلوقتي بالتفصيل، بس بعد ما الاول صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اول حاجه عندنا يا جماعه اللي هو الدرماتوفايتس، ودي اللي قلت لك بتعمل لي حاجه اسمها ايه؟ التينيا. التينيا حسب المكان اللي هتيجي فيه هبدا اديها اسم. يعني في عندي مثلا بتيجي في السكالب فسميها تينيا كابيتس، تيجي في السول اوف ذا فوت مثلا ما بين صوابع الرجلين فسميها تينيا بيدس، خلاص. تيجي مثلا في منطقه كف الايد فسميها تينيا مينم، تيجي في الدقن اسميها تينيا برابي، تيجي مثلا في منطقه الاظافر يبقى اسميها تينيا اونديوم، وعندي في الجروين في منطقه الجروين والجينيتاليا يبقى اسميها تينيا كروريز، اما لو جت في الترانك بقى والاكستريم في الحاله دي بسميها تينيا كوربرس، خلاص كده. او اسمها الثاني طبعا لما تبقى كومبلكس كده بسميها تينيا سيرسيناتا. بالنسبه يا جماعه للتجميعه دي هي جاست بس في المقدمه خالص، بس انا عايزك طبعا تربط كل اتنين ببعض وانت حتى بتذاكر. يعني احنا بنربط الاثنين اللي في الهيد يا جماعه مع بعض اللي هم تينيا كابيتس مع تينيا برابي، كذلك بنربط الاثنين الاخيرين مع بعض اللي هم تينيا كروريز مع تينيا كوربرس، كذلك بنربط مع بعض التينيا بيدس مع التينيا مينم. التربيط ده يا جماعه مهم ليه؟ عشان هما الاثنين غالبا بيبقوا مشتركين مع بعض في نفس العلاج، يعني بيتعالجوا بنفس الطريقه تقريبا، وفي نفس الوقت برضه هتلاقيهم متشابهين قوي حتى في الكاركترز بتاعتهم. طيب اول حاجه التينيا كابيتس اللي بتيجي في السكالب، خلاص. منها طبعا كان اربع اشكال، في السكيلي تايب ومن اسمها كده يا جماعه بتحصل معاها قشره، ودي تبع المايكروسبورا. في عندي البلاك دوت تايب، ودي من اسمها كده بيبقى شرايه مقصوفه بالنص، فبيبقى ظاهر عندي الشرايه لسه موجوده في منابت الشعر نفسه، فبتبقى ظاهره في السكالب كده زي منابت زي نقط سوداء كده في الشعر. الكوريون ده من اسمه كده ده انفلاماتوري تايب، بيحصل بسبب الانيمال فانجاي، وده يا جماعه هنشوفه مع بعض في الصور، بيبقى حته منتفخه محمره كده. وعندنا اخر حاجه الفيفاس، الفيفاس دي بتكون فيها ماده يلوش كده بنسميها سكيوتم، ودي يا جماعه ماده صفرة سلفر كده بتتكون حوالين منابت الشعر كده. واخر الاثنين دول يعتبروا سكارنج الوبيشيا، يعني الشعر خلاص باظ في الحته دي والهير فوليكل ما عادش موجوده. تعال نشوف مع بعض ونحكم. ها اتوقع كده الصوره اللي قدامنا دي يا جماعه بتاعت ايه؟ ها دي صوره اهي، في هنا لوس في الهير في السكالب، تمام كده بدات اشك ان ده تينيا. لما جيت اركز طب اي نوع من انواع التينيا هنا؟ هنا في قشره بيضاء، لو انت ركزت معايا في الصوره في هنا قشره بيضاء في الموضوع، فده غالبا سكيلي تايب. بالظبط كده، يبقى دي سكيلي تايب. طيب دي يا جماعه ممكن تبقى ايه برضو؟ ها دي برضو ممكن ليها قشره بيضاء اهي، شايف قشره بيضاء موجوده في الصوره، خلاص يبقى دي برضو سكيلي تايب. ها دي برضو ممكن يا جماعه تبقى ايه؟ برضو هتبقى ايه بالنسبه لي؟ ها دي سكيلي تايب. كل دول بالنسبه لي فيهم قشره زي ما انت شايف معايا، لص في الهير وكمان قشره موجوده. طيب يبقى السكيلي تايب وصفه بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن بارشيال الوبيشيا في اماكن معينه كده فقط فيها شعر، وبيبقى كفرد بطبقه من السكيل، طبقه من القشره، والهير يا جماعه ممكن يبقى بروكن مثلا او يبقى لص. طيب بيقول لي اهوت لازم تعمله ديفرنشال دايجنوز برضو عن اخواته برضو، وعن بيقول لك هنا السورياسيس الصدفيه طبعا، وعن السفروديك ديرماتيتس، وعن البترياسيس روبرا، وعن بقيه الحاجات اللي ممكن تجيب برضو لص في الهير وقشره في الشعر. طيب تعال بقى نشوف مع بعض. يو ماست اكسكلود تينيا كابيتس ان اني كيس اوف سكيلي سكيل ان ذا تشيلدرن. عندنا في الاطفال بما ان دي حاجه كومون يا جماعه اللي هي التينيا كابيتس دي كومون في الاطفال شويه، فلازم الاول تكون انت استبعدت التينيا كابيتس يعني في التشخيص بتاعك، اول حاجه تستبعدها او اول حاجه تاكدها في حالات التشخيص بتاع الاطفال، تمام. طيب تاني حاجه عندنا هي البلاك دوت. بص كده في الصوره هنا بقى انت مش لاقي قشره بيضاء، يعني مش ظاهر عندك حتت بيضاء خالص، بالعكس انا حاطط ظاهر عندي نقط سوداء في الفروه بتاعت الراس لو انت ركزت في الصوره اهي، برده نفس الكلام برده اهي، تمام. يبقى دي بلاك دوت تايب. ها شايف معايا الحته دي؟ شايف مفيش قشره بيضاء يا جماعه، بس في نقط سوداء بس، يبقى دي كده بلاك تايب اهي. نفس الكلام برده هنا لص الهير اهو، وبرده لو ركزنا في هنا على ناحيه اليمين ظاهر قوي، في ناحيه الشمال بس الصوره ممكن عشان هي كده بتبقى المنطقه بعد الحلاقه وبعد صفط الشعر مفيش هنا قشره ولا حاجه. طيب يبقى البلاك دوت بكل بساطه ويل ديفاين ذا باتش اوف هير لوس، بتبقى ظاهر قوي الهير لوس في المنطقه دي، وبيبقى الاريا مليانه ببلاك دوت كده خلاص، وممكن احيانا يبقى فيها سكيل او احيانا لا، فاحنا مين اللي بنفرقها عشان ما فيش فيها سكيل وخلاص، بس اهم حاجه الشعرايه لسه موجوده في مهبتها. لازم برضو بيقول لك هنا في الدايجنوز بتاعها لازم في الديفرنشال دايجنوز عن الالوبيشيا ارياتا اللي هي مرض الثعلبه، كذلك حاجه اسمها تراكشن الوبيشيا لما يحصل تساقط او تكسر في الشعر، وترايكو تايلو مانيا ده نوع من انواع السايكولوجيكال ديس اوردرز اللي بيحصل ان الشخص بيقعد يشد في شعره كده وبياكله. طيب تينيا كابيتس ديفرنشيتد باي، برضه لازم نفرق تينيا كابيتس بشكل عام بقى زي ما قلت لك عن السكيلي تايب، عن لو في انلارجمنت برضه في يعني التينيا كابيتس بتتميز بالحاجات دي يا جماعه، بتتميز مثلا بان ممكن الاقي فيها سكيلي، الاقي فيها انلارجمنت السيرفايكال انفنت احيانا، ما الاقيش فيها اي مارك هير مثلا ظاهر قوي، ممكن لو عملت تيست للفنجاي هلاقيها بوزيتيف طبعا، سواء ميديا او بتست تحت الميكروسكوب. طب دي شكلها واضح جدا يا جماعه، ايه بقى؟ ها دي كيريون. ليه قلت لي ان دي كيريون بقى؟ لان ده حته الليفيتد كده عامله حمله بؤبؤه كده سولو خلاص، ومنتفخه وملتهبه، واضحه قوي ان دي انفلاميتد تايب اهو.
خلاص، هو طالع منها مثلا ممكن نقول كراست ولا حاجه، يبقى دي الكريون بكل بساطه اهي، دي برضه صوره واضحه جدا للكريون. يبقى يا جماعه بنقول مع بعض في ثيك كراستنج ممكن يتكون عندي على المنابت بتاع الشعر بالمنظر ده، وفي بارشال هيرلوس اهو. يبقى الكريون بكل بساطه بوجي سويلنج، بوجي سويلنج في بقيه كده متكونه يا جماعه with follicular vestiole، في باستيول كده بتاعت بص صغير، في حصل هنا هير لوس سواء بارشل او كومبليت، وبيبقى عندي راف سيرفيس عشان افرقها عن الابسس العاديه، ومعاها كراست طبعا قلت لك ممكن تبدا انها تكمل على الشعر اللي حواليها يعني متصل بالشعر السليم اهو. الكوريون يا جماعه برضو لازم افرقها عن البيوجينيك ابسس العاديه. طب ازاي؟ الكوريون بتاعتنا بتبقى راف سيرفيس على عكس التانيه بتبقى سموث. هنا يا جماعه في الكوريون مفيش اي بين، لكن هناك في الابسس بيبقى في بين. كذلك برضو مفيش اي اعراض خارجيه، لكن الابسس طبعا في فيفر بقى وفي اعراض تانيه لان انفكشن. واخيرا طبعا الكوريوم بيقول لي نو بس اف ذا انسيست ماي ميستيك، يعني حتى لو فتحت الجرح بالغلط كده مش هيطلع منها بس على عكس الابسس، لان الابسس ده تجمع صديد يعني. طيب دي بقى النوع الثالث عندنا اسمه الفيبس. لو انت ملاحظ معايا الشعر واقع وفي نفس الوقت برضو في ماده صفراء كده متجمعه حوالين منابت الشعر بالمنظر ده، دي بنسميها السكيوتلم، بنسميها سكولم سوري سكوتولم او سلفر كاب. خلاص كده طبقه من السلفر كده متكونه عندي. طيب وده نوع من انواع السكارنج الالوبيشيا زي ما قلت لك قبل كده، هو اللي قبله يعني خلاص الشعر هنا يا جماعه منابت الشعر نفسها باظت وما عادش هيطلع هنا شعر. فالصور بتاعتها سهله ومميزه جدا يا جماعه زي ما انت شايف معايا، ونفس الكلام اللي قلت لك، واشهر واحده بتسببها حاجه اسمها ترايكوفايتون شورينياي. ما علينا، هو بيقول لك هنا ان السكارنج تايب بتاعت التينيا كابيتس اللي بيعمل فيهم سكارنج قوي يعني، هم نوعين خلاص بيعملوا بنسميهم سكارنج الوبيشيا، حاجه اسمها الفيفس والكوريون. الفيفس اللي كان بيجي معاه لون اصفر كده، والكوريون بتاعت الالتهاب والانتفاخ اللي من شويه. علاج التينيا كابيتس يا جماعه احنا بندي شويه اورال وشويه انتي فانجل شامبو، يعني شويه حاجات توبيكال زي ما انت شايف معايا كده، مش مهمه بالنسبه لي قوي، انت عندك الكلام ده في النظري، بس المهم بالنسبه لي يا جماعه هي السطر ده سيستماتيك انتي فانجل ماست بي جيفن ان ذا اول كيس اوف تينيا كابيتس، لازم يا جماعه تدي سيستماتيك انتي فانجل في كل حالات التينيا كابيتس للعلاج. خلاص كده طيب اهو، ممكن مع بعض مثلا اوصف مثلا اورال جلوسيفلوفين خلاص بالجرعه اللي قدامك ديت مثلا، واورال تربنافين مثلا برضو ممكن اوصفه برضو كذلك. طبعا بس احنا ناخد بالنا ان الجلوسيفلوفين ده كان بيثبت جرعته تقريبا 125 مللي جرام لكل 10 كيلو، والتربنافين ده كنت على حسب الوزن بتاع البيبي او حسب وزن الشخص يعني، ببدا من 250 او ببدا من 62 ونص يعني، وبطلع حسب كل 20 سنه بطلع ازود الجرعه للضعف. طيب الكلام ده شرحناه بالنظر بالتفصيل، وحفظتك ازاي تحفظ العلاج في الريكوردات الجامعه بتاعه الزيتونه او بتاعه الرابد، لو انت تسمعها هتسهل عليك جدا مذاكره المحاضرات دي. طيب اهو برضو لازم استخدم سيستماتيك اهو، مثلا زي اورال فلوكونازول مثلا او اتراكونازول، او ممكن استخدم انتي فانجل شامبو كذلك حاجه لوك. طيب اهو زي ما قلت لك لازم استخدم سيستماتيك انتي فانجل. تعالى بقى ندخل مع بعض على اختها اللي بتيجي برضه في الدقن دي، اسمها ايه؟ تينيا برافي، دي بتيجي في شعر الدقن يا جماعه. يبقى الموديفيكيشن ممكن دايركت او اندايركت مثلا عن طريق انيمال. كلينيكال بيكشر بتاعتي هي منها شكلين، يا اما تيجي بصوره تشبه الكوريوم بالظبط اللي كانت بتيجي في الراس من فوق، او برضه تيجي بصوره اقل في يعني الالتهاب بتاعها قليل شويه فتيجي بصوره تينيا كوربرس اللي هي هنشرحها ان شاء الله، دوائر كده حمراء بتيجي على الجلد. يبقى تعالى نبص كده، ده واضح انها كوريوم طيب اهي. طب انت عرفت ازاي يا دكتور في بوبيه اهي ظاهره الالتهاب ظاهر فيها يا جماعه اهوت، في هنا باستيولا ممكن تلاحظ باستيولا عند الهير فوليكل، فبالتالي يا جماعه دي بنقول مع بعض هنا حصل ايه؟ هنا ده كوريون، ده برضو نفس الكلام، ده ممكن نعتبره برضو كوريون اهو بالنسبه لي، تينيا برافي برضو كوريون. هنا بقى بنقول مع بعض هنا ممكن برضو ده كوريون بالنسبه لي اهو. طب عرفت ازاي؟ برضو منتفخه شبه منتفخه شويه وفيها برضو تجمعات لباستيول كده وريثيما بابيول زي ما انت شايف معايا كده. هنا برضو دي تينيا برافي اهي جايه في منطقه الدقن بالنسبه لنا في الحته دي، برضو في الحته دي كمان يعني في مناطق نبوت الشعر يا جماعه بسميها تينيا برافي. خلاص طيب ديفرنشال دايجنوسيس بنفرقها عن الفلوكيلوزس بتاعت البكتيريا، لما كان الاستاف بتعمل لي برضو عند منابت الشعر حبوب كده، بس يا جماعه التانيه دي بتيجي بسبب بكتيريا، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على فنجاي. وتاني حاجه برضو اللوس للهير في حاله يا جماعه البكتيريا بيحصل متاخر شويه، لكن التينيا برافي بيحصل لوس للهير في البدايه. تمام برضه عن طريق حاجات تانية لازم نفرقها عنها مش مهمة، انفستيجيشن نفس وتريتمنت نفس بالظبط التينيا كابيتس، عشان كده قلت لك الاثنين دول اخوات. بعد كده عندنا التينيا اللي بعدها اسمها تينيا سيرسيناتا او تينيا كوربرس، ودي اللي بتيجي في البادي. دي بكل بساطه يا جماعه بتيجي عباره عن ويل ديفايند سيرسينت بلاجو، يعني تجمعات بلاجو كده، يعني تجمعات من البابيول والنوديول، بس يا جماعه بتبقى عامله سيرسينت يعني تجمعات دائريه كده. خلاص بنقول مع بعض طبعا البوردر بتاعها، البوردر بتاعها يا جماعه رايزد بوردر، يعني الحواف بتاعتها مرتفعه شويه والسنتر بتاعها بيبقى كلير. خلاص هنشوف مع بعض دلوقتي اهو، بص كده معايا شايف الصور، عباره عن دوائر اهي على الجلد واضحه جدا وسهله مميزه، دوائر على الجلد مرتفعه من الحواف والسنتر سليم ما فيش فيه مشاكل خالص غالبا. وغالبا الدوائر دي زي ما قلت لك ايه، عباره عن بلاجو او بليج، يعني عباره عن فيزيكال ونديول او سوري نديول وبابيول يعني متجمعه مع بعضها. خلاص وممكن الاقي كمان باستيول وكراست احيانا في بعض الحالات، او شايف معايا تجمعات دائريه كده. طيب حد هيقول يا دكتور طب ما تيجي في الفيس في منطقه الدقن، هقول لك احنا اتفقنا مع بعض يا جماعه التينيا برافي بتيجي في اماكن نمو الشعر، لكن لو شخص املس او بمعنى تاني ست مثلا في الحاله دي ما اسمهاش تينيا برافي، بسميها تينيا في الشياي او احيانا تينيا كوربرس كده، بس هي اسمها التاني الاصح تينيا في الشياي يعني اهو. بص كده كاتبها لك اهو، تينيا في الشياي عشان جايه في الفيس بس في اماكن ما فيش فيها شعر. طيب
اهو التينيا سيسيناتا برضو زي ما قلت لك عندي، دي ها دواير بالمنظر اللي انت شايفه ده على الجلد اهو، كل دي صور دواير اهي، دي برضو ظاهره جدا اهي بالمنظر اللي انت شايفه ده، ده برضو في الفيس، يبقى تينيا في الشاي، دي برضو نفس الكلام برضو ظاهره اهي دواير واضحه جدا، يبقى اعتقد سهله جدا التينيا سيسيناتا يا جماعه، رايز ذا بوردر كلير سنتر، والحواف يا جماعه احيانا بيبقى عليها بستيول وسوري وبيول ونوديول، وممكن احيانا بيبقى فيه كراست كمان زي ما انت شايف في بعض الصور. طيب اهي كل دي صور واضحه جدا للتينيا سيسيناتا. differential diagnosis بنفرقها طبعا عن السيرسيناتا امتايجو اللي بتحصل في حالات البولس امتايجو في البكتيريا الانفكشن، بتريازز روزيا طبعا ان هي النخاله الورديه اللي بيصاحبها طبعا سكيل كتيره ولونها وردي كلها، سيرسيناتا برضو سورييزز، كذلك الانيولار ليكن بلينوس والديسكويت اكزيم، اي حاجه بتظهر بشكل سيرسيناتا يعني. تمام. طيب نيجي بعدها على التينيا سيرسيناتا او المواد التريتمنت بتاعها، يعني لو عايز اعالج التريتمنت بتاع تينيا سيسيناتا فاحنا نتفق مع بعض خلاص من الجزء ده واحنا ماشيين مع بعض يا جماعه، هو توبيكال تريتمنت اولا، وفي السيفير كيز ممكن استخدم ايه سيستماتيك تريتمنت. تاني حاجه الجزء بتاع التريتمنت ده معلش ارجع له بقى في محاضرات النظري عشان ايه ما اطولش عليك في شرح الاطلس بتاعنا ده، ارجع له في محاضرات النظري هتلاقيه بشكل اسهل بصراحه، وجمع لك الارقام بطريقه سهله يعني عشان مجمعهم كلهم في جدول واحد، فالعلاج بتاعك مظبوط احسن يعني وابسط. توبيكال ايميدازول ممكن استخدمه مع تريبنافين، سيستماتيك ممكن استخدم بقى في حالات الاكستنسيف ليجن استخدم اورال تريبنافين بنفس الجرعه. تينيا كرورز بقى دي اللي بتيجي في منطقه الجينيتاليا ودي اختها يا جماعه، يبقى دي بنقول مع بعض كده تينيا كرورز هي نفس الشكل تقريبا بس بتيجي في منطقه الجينيتاليا هنا، بيبقى عباره عن اريثيما برده بلاجو، برده عباره عن رايزد بوردر والسنتر شبه كلير، وممكن احيانا تبقى كفرد زي ما قلت لك بسكيل وبابيول وفيزيكال وباستيول اهو نفس الصور، بس الفكره انها ايه منطقه الجينيتاليا اكتر، يعني هي نفس تينيا سيسيناتا بس ايه منطقه الجينيتاليا زي ما انت شايف معايا اهي بالمنظر اللي انت شايفه، كل الصور بتوضح نفس الكلام بالظبط. تمام كده اهي تينيا كرورز برده، ودي ممكن يحصل لها اكستنشن وبقت تينيا كرورز كمان معاها، يعني لاحظ معايا الفرق. طيب differential diagnosis نفس الكلام برضو، ممكن افرقها بقى على الحاجات اللي بتيجي في الجينيتاليا اكتر زي الكانديز زي ما هناخدها كمان شويه، فليكسور سورييزز مثلا، اتوبيك درماتيتس في الليكم سيمبلكس والكونتاكت درماتيتس، وعندنا حاجه اسمها سيمبل انترترايجو برضو اللي بتيجي بسبب الايه الهيوميديتي والانفكشن الحاجات دي كلها. فباختصار كده ديت التينيا سيروس. تمام مش مهم قوي انك تعرف الديفرنشال دايجنوز بتاعها يعني قوي. بعد كده عندنا ايه هو الانترايجو سريعا كده، بيقول لي ايه هو الانترترايجو، ده بنقول مع بعض نتيجه كونتينوس فراكشن ان ذا ديب موست فولد، يعني يا جماعه المنطقه الجينيتاليا عشان فيها طبعا سكين فولد كده، الفراكشن اللي بيحصل فيها ممكن برضو يعمل المنظر بتاع دوائر حمراء كده في مكانها خلاص، او ممكن يحصل بسبب انفكشن، يعني الانترترايجو ده كده اصبح يا اما سيمبل بسبب فراكشن يا اما بسبب انفكشن، وده اخدناها مع بعض بسبب الستريبتوكوكاي، كذلك الكانديدا هناخدها كمان شويه برضو ممكن تعمل كانديدا انتاترايجو، كذلك لما اخدنا دلوقتي حالا الدرماتوفايت اللي هي التينيا برضو تعمل انتاترايجو، بالاضافه للفرازما اللي هي برضو كانت عباره عن بكتيريا الانفكشن بحاجه اسمها كارينو بكتيريا، كل دي ممكن تعمل منظر الانتاترايجو اللي احنا شفناه من شويه، بس اختلافات طبعا فينهم يعني، كذلك السورييز او الصدفيه برضو لما تبقى فليكسور سورييزز برضو ممكن تعمل، وبنقول مع بعض السبروتيك درماتيتس طبعا اللي هو بسبب الايه السبيشس جلاند دي برضو ممكن تحصل فيها. ماشي تينيا بيدس، تينيا بيدس بالنسبه لنا يا جماعه ديت ايه، دي اللي بتيجي في السول اوف ذا فوت وبتوين ذا فينجر خلاص، انها لو طلعت على ظهر الرجلين ما عادش اسمها تينيا بيدس بقى اسمها تينيا سيرسيناتا عادي خالص، او تينيا كوربس بتاعت البادي، يبقى بنقول مع بعض منها ثلاث اشكال، انتر ديجيتال تينيا بيدس تيجي ما بين الصوابع زي ما نشوف مع بعض وده الكومنست، او تيجي سكيلي هايبر تروفيك تايب يعني تبقى يا جماعه الرجلين كده واضحه انها مقشره او سوري عليها قشره وهايبر تروفيك يعني سميكه الجلد فيها، او فيزيكال وبولس تايب فيها فيزيكال وبولي كده متكونه عندي برده في السول اوف ذا فوت بين الصوابع. ها دي مثلا يا جماعه تشخيص التينيا بيدس، شوف معايا الصوره الاولانيه دي، ده عنده تينيا بيدس وتينيا مينم زي ما نشرحها اللي هي في البوم اوف ذا هاند، يعني ديت اي نوع؟ ها دي السكيلي هايبر كيراتوزس، واضحه قوي ان في سكيل هنا قشره هيك متكونه وهايبر كيراتوزس ظاهر خلاص، دي ما بين الصوابع يبقى دي الكومنست اللي اسمها اندر ديجيتال خلاص كده، وديت تلاحظ معايا ان في هنا فيزيكال وبابيول متكونه عندي اكتر من ان يبقى مجرد هايبر كيراتوزس وخلاص، يبقى ده فعلا يا جماعه النوع الاخير اللي هو الفيزيكال وبلس تايب. تمام طيب اهو الانتر ديجيتال زي ما قلت لك بتيجي ما بين الصوابع وبعضها وبتبقى ايتشنج وبتعمل لي باد اودر، وبتزيد في حالات طبعا الرطوبه وعدم النظافه والحاجات دي كلها، شايف معايا المنظر ده اهي واضحه جدا، يبقى دي عباره عن ايه تينيا بيدس انتر ديجيتال. سوري ده برضه نفس الكلام يا جماعه برضه مع بعض انتر ديجيتال تينيا بيدس، دي برضه صوره واضحه انها ايه كومبليكيتد قوي، حصل هنا يا جماعه ايه سيفير فورم منها حصل لها السريتيف. طيب النوع الثاني اللي هو السكيلي هايبر تروفيك من اسمها كده، يبقى في سكيل اهي قشره بيضه زي ما انت شايف معايا في الصوره، والجلد كمان يا جماعه الماركر بتاعه واضحه جدا، فده هايبر تروفي حصل في الجلد اهو خلاص، هايبر كيراتوزس حصل، ممكن احيانا يصعبها بقى فيشر تشققات في الجلد بسبب الهايبر كيراتوزس ده، ده بقى عباره عن باستيول وفيزيكال اهي، يبقى دي بنقول عليها فيزيكولو بلس تينيا بيدس خلاص كده، يبقى دي عباره عن فيزيكولو بلس تينيا كابيدس واضحه جدا. ماشي التريتمنت طبعا بتاع تينيا بيدس يا جماعه هي وتينيا مينا ولا تيجي في البام اوف ذا هاند، طبعا انا اهم حاجه اتجنب الاسباب وبعد كده ابدا اعالجها بتوبيكال انتي فانجل برضو، ممكن في السيفير كيز استخدم ايه سيستماتيك انتي فانجل في الحالات بتاعت السيفير كيز مثلا بالذات في الفيزيكلو بلس تايب، التوبيكال انتي فانجل استخدمهم نفس الكلام بالظبط، ايميدازول مثلا وايت فيلد اوينتمنت مثلا في حالات السكيلي، ممكن استخدم برضو تايكونازول نيل سوليوشن في حالات الاظافر لما ناخد ان شاء الله كمان شويه، يعني ما يهمنيش انك تحفظ اسمائهم كلهم قوي برضو بس اعرف لي اثنين على الاقل منهم.
التينيا مينام بقى بنقول مع بعض، التينيا مينام دي اللي بتيجي في البام اوف ذا هاند خلاص، ودي برده ممكن بنفس الطرق اللي جت بيها التينيا فيدس، لانها نوعين بس، سكيلي هايبر كيروتيزيس تايب وسيركمسكرايب فيزيكولار ليجن. السكيلي ده الموست كومن يا جماعه، السكيلي من اسمها كده برده نفس الفكره، الايد هتبقى عليها قشره بيضاء من في بطن الايد كده، برده قشره بيضاء وهايبر كيروتيزيس برده خلاص كده، وممكن تبقى يونيلاترال في اغلب الحالات، يعني بنقول مع بعض الرجلينتين مع ايد واحده بس. طيب بنقول مع بعض سيركمسكرايب فيزيكولار ليجن بقى، بتيجي حوالين منبت الصابع كده بشكل دائري حوالين الصابع بتاعت ايدك، فنشوف صور كده اهو، شايف معايا في قشره وفي هنا هايبر كيراتوزز، فواضح معايا ده ان ده تينيا مينام، او في هنا قشره حتى اكتر من هايبر كيراتوزز، وبالتالي يا جماعه ده بنقول مع بعض ايه، ده تينيا مينام اهو، دي كلاسيكال تايب. دي نفس الكلام برضو، تينيا مينام الكومنلي هي يوني لاترال في ايد واحده والايد الثانيه سليمه خلاص. التينيا مينام هنا بقى لاحظ معايا اللي على ايدك اليمين، لاحظ معايا ايدك اليمين ممكن تبقى عليها بس لاحظ انها جايه حوالين اصابع اكتر، وجايه في ظهر، بدات تطلع على ظهر الايد، او كملت على ظهر الايد شويه، هنسميها تينيا كوربرس، بس هي لحد دلوقتي هي تينيا مينام، وباطن الايد اهوت بالمنظر اللي انت شايفه ده، يوني لاترال، يوني لاترال سكيري هايبر كيراتوزز. ده برضه نفس الكلام، ممكن اهو تاني يمينا برضه نفس الكلام، ده نوع برضه ممكن نعتبره سيركمسكرايب نوعا ما، بدأ يجي حوالين الأصابع بشكل دائري كده، ودي برضه صورة هي بتوضح لي اللي هو حتة اليونيلاترال، رجلينتين مع ايد واحدة لإيد الشمال اهي، لكن ايد اليمين نوعا ما مش باين عليها. طيب نسميها تو فيت اند وان هاند سيندروم اهو، لاحظ معايا ان هو ايد سليمة وايد بايظة ماشي. بعد كده عندنا بقى اللي بتيجي في سوري يا جماعه، بتيجي في الاظافر بنسميها الاونكومايكوزيس، اونكي مايكوزيس او نيكو مايكوزيس او التينيا اونجيوم خلاص كده. دي بكل بساطه بيفكرني الاول بتركيب الظفر، دي حاجه احنا قلناها قبل كده في المقدمه يعني خلاص. الفكره في الاونكومايكوزيس اللي بيحصل، ان بيحصل عندي تينيا تينيا اللي هو درماتوفايتس يا جماعه، بتبقى ييست او نون درماتوفايتس موديل، كلام فاضي. بيقول لي ايه الاشكال بقى بتاعتها، يا اما مثلا تيجي عندي في الديستال لاترال سابنجوال، يعني بتبقى ده الكومن انها تيجي مثلا في اطراف الاظافر تمام كده، ممكن في السوبرفيشال وايت تعمل لي طبقه بيضاء كده زي ما نشوف مع بعض، او عندي بروكسيمال في بدايه الظفر بس، هنشوف مع بعض دلوقتي اهو. دي مثلا عندنا كومن استهين انها تيجي في اطراف الصابع، في اطراف الظفر يا جماعه بالمنظر ده، تعمل لي وايت يروش ديسكولاريزيشن خلاص، وبيحصل فيها كمان تحت الظفر هايبر كيراتوسيس كده او سماكه في الجلد في الحته دي، وبيحصل عندي اونكولايسيس، ممكن تبدا يحصل تكسر كده وتاكل في الظفر. طيب نفس الكلام برضو هنا، لا دي بقى دي تعتبر في البروكسيمال بايت تايب اكتر من الديستال، يعني هنا الافكت بتاعي اكتر في البروكسيمال اكتر من الديستال تمام. هنا بقى وصلت مراحل متقدمه اللي هو الاونكلايسز او التكسر، بدا يحصل تكسر في الظفر. طيب نفس الكلام برضو هنا، نفس الصور كلها نفس الصور، في اهم حاجه يا جماعه فيها وايت ديسكولاريزيشن ترانسفيرز ستريشن نوعا ما برضو ممكن الاقيها، الهايبر كيراتوز اللي بيحصل عندي في الفيلد اللي تحت الظفر عندي خلاص. طيب اهو ده الاونكومايكوزيس برضو نفس الكلام، بس عندنا طبعا الصور طبعا هلاقي فيه الايه لون الوايت الابيض ده لازم يبقى موجود عندي في الظفر. طيب كل دي صور برضو هي بتوضح لي الكلام ده كله زي ما انت شايف معايا. هنا بقى خلاص يعني الظفر اتاكل تماما، اونكولايسيس تمام، حصل تكسير في الظفر تماما يا جماعه، والبيد منين البيد بام من تحته. طيب هنا ده شخص عنده تينيا كوربراس في رجليه خلاص، وكمان عنده تينيا اونكومايكوزيس، يعني شايف معايا الظفر متكسر، وفي نفس الوقت برده رجله عليها منظر التخشن ده اللي حصل، والدوائر الحمراء اللي حصلت على جسمه، دي حاجه كرونيك تبقى لكن حصل فيها لكنفيكيشن او تخشن في الجلد كده، نفس الكلام برده نفس الحوار بالظبط. طيب ديفرنشال دايجنوزز لازم نفرقها عن السورييز الظفريه، ولو في اي خبطه في الظفر هي اللي كسرت الظفر، او الكانديدا زي ما ناخدها كمان شويه. طبعا الكانديدا يا جماعه اهم حاجه بتفرقها هو النيل فولد، الجلد اللي حوالين الظفر بيبقى ملتهب محمر ومنتفخ كده، وفي نفس الوقت برده النيل ديستروفي بيبقى بروكسيمال اند استر، يعني الاندلاترال الاقي في تكسرات في الظفر من الاطراف، سواء من اخر الظفر او من جنبين الظفر. هنشوف مع بعض دلوقتي الكانديدا بالتفصيل. طيب تريتمنت للانكومايكوزس عندنا سيستماتيك طبعا انتي فانجر كالعاده، طبعا احنا مش هنقعد بقى نعلق زي ما اتفقت معاك خلاص، مش هقعد اعلق لك على العلاج، ارجع للنظري عندك جدول جميل بيجمع لك العلاج بتاع التانيه كلهم في جدول واحد. طيب البترياز فيرزي كلر بقى، احنا كده خلصنا التانيه، عندنا بقى حاجه اسمها التانيه فيرزي كلر او البترياز فيرزي كلر، اسمها بترياز يا جماعه يعني نخاله الورديه، ف او سوري انا اسف النخاله، وفيرزي كلر يبقى هنا لون بيتعكس، فانت كده شرحتها لي. يعني ايه؟ يعني هي بتيجي عباره عن باتش على الجلد كده، باتشات على الجلد لونها مختلف عن الجلد، فيرزي كلر سواء هايبر بيجمنتد او هايبر بيجمنتد او ريد، وبتبقى بترياز يعني عليها قشره نخاله، عليها قشره سكيلي خلاص. يبقى باختصار قال لي السبب بتاعها طبعا هي فانجاي اسمها الميليسيزيا فيرفر خلاص، ودي اصلا شكل باثوجينيك من نورمال فلورا على الجلد عندك اسمها البتريسبورم اوربيكولار خلاص، اهم حاجه ان اسمها ايه؟ ميليسيزيا فيرفر. طيب دي تصيب طبقه الكيراتين من فوق، يا اما تيجي بصوره هايبر بيجمنتد او هايبر بيجمنتد، زي ما قلت لك احيانا بتيجي بصوره اريثيما يعني احمرار اهو. بص معايا شكلها بتبقى عامل ازاي، اقول لك اول حاجه بتبقى هي عباره عن ماكيول او باتش ويل ديفايند يعني حدودها ظاهره، يا اما تبقى هايبر بيجمنتد لونها مبيض شويه او هايبر بيجمنتد لونها بني شويه، اهم حاجه برده عليها سكيل عليها قشره، وبنقول مع بعض بوزيتيف ان هي سكراتشنج ساين برده، ممكن الاقي الظفر بدا يتاثر زي لو هي جايه اطراف اهو. لو انا عملت يا جماعه سكراتشنج بظفري هلاقي القشره بدات تطلع معايا اهو، بص كده معايا دي هايبر بيجمنتد اهي، عباره عن باتش زي قدامك بس لونها ابيض،
لا برضو دول عباره عن باتشز كلهم هايبو بيجمنتد زي ما انت شايف معايا. دي بقى باتشز هايبر بيجمنتد، دوائر بنيه يا جماعه، ودي برضو عباره عن ايه؟ عباره عن ماكيول وباتشز لونها بني. خلاص يبقى ده باختصار كده الايه، ده باختصار عندنا كل ده حالات من التينيا فيرزيكولر او البترياز فيرزيكولر. تمام، دي برضو هايبر بيجمنتد، دي بقى هايبو بيجمنتد شويه اهي، ماشي. دي برضو هايبو بيجمنتد، دي هايبر بيجمنتد، او لا ده شخص غالبا يعني اسمر تقريبا او ايه تقريبا، او لان الفيزيكال تعتبر هي دوائر يعني بيضة. هنا برضو دوائر بيضة، ماشي. طبعا من ضمن الحاجات المميزه ليها ان انا لو عرضتها للوود لايت يا جماعه اللي هو الالترا فايولت راي، هيديني طبعا لون الايه اليلو فلورسنس، وده بيميزها عن حاجات تانية كتيره، مثلا زي مثلا الريثيما اللي بتميزها عنها اهو هنقول لك دلوقتي، ديفرنشال دايجنوزز مثلا عن الفيتيلجو البهاق، وده نون سكيلي وبيبقى دي بيجمنتيشن. البيترياز البا بيبقى فيها سكيلي هايبو بيجمنتيشن برضو، فلازم افرقها عنها بالوود لايت كمان. الريثيما مهمه جدا بالوود لايت، اللي بفرقها عنها الريثازما سوري، دي بتتفرق يا جماعه بالوود لايت، لان الريثازما كانت عباره عن بكتيريا انفكشن بكارينو بكتيريا تديني كوره ريد مع الوود لايت، لكن دي بتديني بقى بالوود لايت ايه لون اصفر. والسبروتيك ديرماتايتس بتبقى اصلا جليسي سكيل، جليسي يعني حاجه دهنيه كده، لان اصلا السبروتيك ديرماتايتس لما تاخد ان شاء الله هو عباره عن التهاب في الجلد بسبب سبيشس جلاند يعني. طيب العلاج بتاعها خلاص احنا يعني اتفقنا مع بعض، توبيكال هستخدم كيتوكونازول شامبو مثلا، او ممكن استخدم انتي فانجل كريم لمده مثلا اسبوع، اقل حاجه اسبوعين سوري، اقل حاجه اسبوعين في الحالات دي. السيستماتيك ممكن استخدم كالعاده برضو فلوكونازول مثلا مره واحده في الاسبوع لمده اسبوعين مثلا. طيب اخر فانجل انفكشن معانا اسمه الكانديدا البيكان سوري، وده بيعمل لي حاجه اسمها الكانديزز او المونيريز، تمام كده. طيب اول حاجه يا جماعه ده بنقول مع بعض انه ده مرض بيبقى بكتيريا سوري فطر انتهازي يا جماعه، فبيجي في الناس بالذات اللي معدتها واقعه جدا، او سوء في تغذيه او رطوبه، او مثلا الناس اللي هي عندهم مثلا لسه سنهم صغير ان هم نيو بورن، عشان ما عندهمش نورمال فلورا مثلا بتحملهم جلد، حاجات من كده يعني، وبريجننسي طبعا، حاجات اللي ممكن تقلل المناعه او تقلل الايه الكفاءه بتاعت الجلد. طيب عندنا اللي هو اشهر نوع منها اللي هو بنسميه ميوكو كوتينوس كانديزز، اللي بيجي في الميوكس والكلد، بيجي في الجلد والميوكس ممبرين، خلاص كده. ده هو اللي بيجي في السكن، اسمه بنسميه كوتينوس كانديزز، لو جه في الضفر بسميها باراكيا اند اونكيا، خلاص وهنتكلم عنها دلوقتي. وفي الميوكس ممبرين ممكن يجي اورال، او بيجي فالف فاجينا، او ممكن يجي برده في البلانيتس اللي هو الجلان اوف ذا بينس. تعال نشوف كده مع بعض. اول حاجه الكوتينوس كانديز اللي بتيجي في الجلد عندنا منها ثلاث اشكال اساسيه، حاجه اسمها الانتر ديجيتال من اسمها كده، بتيجي ما بين الصوابع بعضها. الكانديدا انتر ترايجو يبقى دي اللي كانت بتيجي في منطقه الايه؟ في منطقه الجينيتاليا. وعندنا النابكن كانديدا دي اللي بتيجي يا جماعه في منطقه النابكن، منطقه الحفاظات عند الاطفال. اللي يهمني في الكانديدا انتر ترايجو دي عشان افرقها عن الانتر ترايجو اللي فاتوا، ان شكل الليشن زي ما اشوف دلوقتي في الصور بيبقى ساتلايت، ساتلايت يعني زي ما تشوف معايا في الصوره دلوقتي. اول حاجه ده انتر ديجيتال كانديدا يا جماعه، ده اللي ما بين الصوابع بعضها اهو كانديدا، لاحظ ان ده مش معايا مش تانية يعني، تانية لو انت فاكر معايا كانت بتبقى ايه، كانت بتبقى اهدى شويه، وفي نفس الوقت برضو بتبقى فيها سكيلي وواضحه، لكن دي انتر ديجيتال كانديدا برضو نفس الكلام، ممكن دي انتر ديجيتال كانديدا اهي بيبقى فيها سكيلي اهوت اكتر وفي ايروجن. هنا برضو انتر ديجيتال مونيليزز او كانديزز، تمام. وهنا برضو افكتنج على كل الهاند اللي انت شايف معايا وكمان وسط الاظافر. هنا الكانديدا انتر ترايجو اللي بتيجي في مناطق الفولدنج، سواء في الجينيتاليا او اندر ذا بريست، او الاماكن اللي هي بتبقى فولدنج سكين، واهم حاجه فيها اللي هو الستلايت، منظر الستلايت اللي هو المنظر يا جماعه، ان فيه ان زي ما تقول كده مش كلها حوالين بعض يعني، مش ملهاش بوردر ثابت، ملهاش بوردر مرسوم، لا بتبقى ليها عامله زي اشعاعات كده حواليها او نقط حواليها. اهو كانديدا برضو انتر ترايجو اهي، خلاص هي موجوده هنا اهي، ومش وعامله ستلايت فورم من حواليها، نفس الكلام بالظبط اهو، كل الصور دي بتوضح لي نفس الاشكال بالظبط. برضه كان ده انتر ترايجو، انتر ترايجو يا جماعه بتيجي في السكين فولد ميلي في الجينيتاليا، وممكن تيجي في اي سكين فولد عندك في الجسم يعني برضه في رطوبه عاليه، نفس الكلام برضه. دي نفس الكلام برضه واضحه جدا انها كانديدا انتر ترايجو بالستلايت فورم بتاعها المميز. ده النابكن، ده النابكن عشان ده طفل صغير اهوت وجاي له في منطقه الحفاظات برضه، ده برضه نابكن اهوت في منطقه الحفاظات، نفس الكلام بالظبط. طيب نيجي بعدها على البرونكيا، برونكيا ده يا جماعه اللي هو بيجي في الاظافر، خلاص كده بيحصل اكتر لما الستات اللي بتستخدم ميه كتير مثلا او كده، برضو نفس الفكره، ايه الفطريات بتيجي اكتر مع الهيوميديتي العاليه، مع اللوس اوف اميونيتي، كلام من ده. طيب اهم حاجه يا جماعه ان انا ايه بفرقها طبعا عن الاكيوت ستاف برونكيا، اللي ممكن الستاف احيانا تعمل برونكيا رغم ان دي حاجه نادره شويه. اهو ده مثلا منظر البرونكيا، كلمه برونكيا يا جماعه اونكيا يعني ضفر، في مشكله في الضفر، لكن برونكيا يبقى في مشكله في ما حول الضفر اللي هو النيل فولد اللي حواليه ده، تمام. شايف معايا سويلنج ومنتفخ ومحمر بالمنظر ده اهو، دي مثلا برونكيا اند اونكيا كمان، يعني هنا الجلد حوالين الضفر منتفخ ومحمر زي ما انت شايف في الصور، وكمان عندي الضفر نفسه ايه بايظ اهو، نفس الكلام برضو، نفس الكلام، اهم حاجه البرونكيا دي موجوده. طيب الاورال بقى عندنا يبقى ده بيجي عندي في الايه، في الميوكوزا ميمبرين في الفم، في عندي اكتر من شكل ليها، حاجه مثلا اسمها الاورال ثراش، وده يا جماعه بتكون سودو ميمبرين على اللسان مثلا والفم، بس اهم حاجه ان هو ايزلي ريموفد.
الانجولار كلايتس بيجي عند زوايا الفم كده، وده لازم تفرقه عن برضو انواع الكلايتس الاخرى، مثلا زي الستريبتو كلايتس اللي بتحصل برضو بسبب الستريبتوكوكاي. برضو عندي الكانديدا كلايتس اهو، يبقى عندي الانجولار كلايتس والكانديدا كلايتس. الاورال كانديدا كمان تشمل عندي اكيوت اتروفيك وكرونيك اتروبي. طبعا يا جماعه زي ما انت عارف الاتروفي ده اللي هو فيه تاكل، فلو هو اكيوت بسبب الاستخدام المتكرر للانتي بايوتكس تمام، والكرونيك اتروفي ده بيحصل مع الوقت كده. اما اخر حاجه اللي هي بنسميها الكرونيك هايبر بلاجيك تايب، وده بيحصل فيها هايبربليجيا او بنسميها ليوكوبليكيا، طبقه بيضاء كده بس نوت ريموفد، يعني فرقها عن اول نوع خالص ان هو نوت ريموفد. طيب تعال نشوف مع بعض كده في الصور. اول حاجه ده اورال ثراش، شايف معايا في طبقه بيضاء اتكونت عندي في الفم، والطبقه البيضاء دي لو جربت امسحها هتبقى ايزلي ريموفد تمام كده، فدي حاجه مميزه للاورال ثراش. ده برده نفس الكلام، برده طبقه بيضاء متكونه في الميكوزا ميمبرين وايزلي ريموفد. طيب هنا ده اتوبيك ترماتايتس، هنا بيحصل ايه؟ بيحصل عندي هنا اكيوت اتروفيك ترماتايتس. طبعا هنا حصل عندي في اللسان لص في البابيلا شويه، بدات تفقد اجزاء معينه من اللسان اهو. ده عندنا بقى اللي هو اليوكوبليكيا تمام، او ممكن لا ده لكن هو ثراش على حسب. طبعا يا جماعه انت مش هتعرف تميزها من الصوره، بس انت بتميزها كمان بحته زي ما قلت لك اللي هو الازاله، ايزلي ريموفد ولا لا. طيب دي بقى اليوكوبليكيا، هنا بقى لو انت حاولت تشيلها مش هتعرف تشيلها، يعني هي دي بقى طبقه زي ما انت شايف معايا سميكه كده ولازقه، هي اصلا عباره عن ميتابليجيا، فبالتالي انت مش هتعرف تشيل الابيثيليوم في اللسان. طيب نفس الكلام برضو، دي كلها هايبربليجيا، صور كلها فيها ايه؟ فيها طبقه بيضاء كده سودو ممبرين بيتكون، وطبعا ما اقدرش اشيله. طيب انجولار كلايتس من اسمها كده بتيجي عند زوايا الفم بالمنظر اللي انت شايفه ده، عباره عن انفلاميشن بيجي في الشفه. طيب التريتمنت مع الكانديدا طبعا اهم حاجه اتجنب البري ديسبوزنج فاكتور، بعد كده بستخدم التوبيكال عندنا مثلا زي الايميدازول، وعندنا النيستاتين والامفيتريسين بي اللي هو الجزء التوبيكال بتاعهم. كسيستماتيك بستخدم اورال نيستاتين، وده اهم دواء فيهم لان هو سبيسيفيك للكانديدا يعني، وممكن استخدم برضه فلوكانازول او اترونكازول. خلاص اهم حاجه بيقول لي هنا الاورال جريسيفلافين اند الاورال تريبنافين ار ان افكتيف اجينست اليست، سواء كان كانديدا او بتريازيس فيرزيكولر، يعني الدوائين دول يا جماعه عمرهم ما يجيبوا افكت افينست الايه ليست. وده سؤال ام سي كيو برضه مهم جدا، لازم اعرف ان الجلوسيفلافين وتريبنافين اللي كنت بستخدمهم اصلا كاول اوبشن في التانيه ما ينفعش استخدمهم بقى خالص هنا في الكانديدا ولا في البتريازيس فيرزيكولر. اي انفستيجيشن بقى الفنجاي، تجميعه بقى اخيره، اي انفستيجيشن الفنجاي احنا كنا بنعمل يا اما ووت لايت اكزامينشن، او ان انا باخد عينه واحط عليها بوتاسيوم هيدروكسيد بريباريشن تحت الميكروسكوب، او مثلا انا اعمل لها كلتشر على حاجه اسمها السابرود اجار ميديا. اهو ده صوره الجهاز بتاع الود لايت اللي بسلط اشعه الترا فايولت، وطبعا بشوف هل هيدين لون بقى احمر ولا اصفر ولا اخضر ولا حسب طبعا الدايجنوز بتاعي. اهو مثلا قلنا مع بعض الفلورسنس اندر، اللون الاصفر ده كان ايه؟ كان بتريازيس فيرزيكولر. اللون الاحمر ده كان اريثرازما، ودي بكتيريا الانفكشن بحاجه اسمها كارينو بكتيريا. اللون الاخضر يبقى دي تينيا كابيتس. خلاص مثلا نيجاتيف بقى اللي هو بيبقى لون ابيض عندنا في حاله الفيتيلوجو، وكمان احيانا في حاله البتريازيس الالبا. دي مثلا لون اصفر اهو قدامك مثلا، يبقى دي ايه؟ يبقى دي بتريازيس فيرزيكولر. ده مثلا عندك اهوت لون برضو اصفر نوعا ما يعني، فده برضو بتريس في الزيكولر. ده لون اخضر اهو في شفره الراس يبقى دي تينيا كابيتس. دي لون احمر اهو يبقى ده عباره عن الفرازما تمام كده. طيب بوتاسيوم هيدروكسيد انا بعمل سكراشنج يا جماعه للليجن يعني بشكل خفيف جدا، وبعد كده بحطه على شريحه وبحط عليه بوتاسيوم هيدروكسيد. ليه؟ عشان ادوب طبقه الكيراتين والقشره اللي عليه، اقدر بقى احطه تحت الميكروسكوب بسهوله، واقدر احضر الشريحه اهو زي ما انت شايف بحطها تحت الميكروسكوب. خلاص احطها في بوتاسيوم هيدروكسيد 20%. تحت الميكروسكوب بقى زي ما قلت لك يا اما الاقي منظر اللي هو الهايفي اللي قدامك دي يا جماعه، الهايفي اللي عباره عن زي ما تقول كده رود شيبد بالمنظر ده. خلاص وممكن الاقي احيانا دوائر صغيره معاها اللي هي سبور معاها في نفس الشريحه. طيب مع بعض في حالات الفانج نيل ممكن طبعا استخدم اي بوتاسيوم هيدروكسيد اخف شويه واسيبه لمده 24 ساعه عشان يدوب الضفر بقى ويدوب الكيراتين بتاع الضفر يعني، كلام فاضي. الكالتشر ممكن استخدم حاجه اسمها سابرود اجار ميديا، ودي عباره عن ميديا بستخدمها فور فانجل انفكشن سواء كانت تينيا او كانديدا بالمنظر اللي انت شايفه ده. طبعا دي مثلا يقول لي هنا ايه ديت مايكروسبورم اودينوي، دي بتاعت التانيه يعني موجوده عندك، بيقول لك هنا جت على ناحيه اليمين، هي البوست على اليمين. مش مهم قوي تعرف لي التشخيصات دي كلها وايه اسم الفطر ده، بس يعني احتياط وخلاص. هي واحده اسمها مايكروسبورم اودوناي، دي مثلا مايكروسبورم كانس تيجي لون برتقاني شويه افتح، ودي شكلها تحت الميكروسكوب. ودي عندي المايكرو الترايكوفايتون روبرام ايدك اليمين برضو. خلاص وبرضو بنقول مع بعض ايه ده الشكل بتاعهم يعني، سواء بطريقتين للزراعه، في طريقتين بزرع بيهم طبعا يا جماعه كل واحده منهم، فدي الصور بس اعرفها احتياطي وخلاص يعني باسماء الفطريات دي. بكده خلصنا مع بعض يا جماعه الاطلس بتاع الفنجل، اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم.